استقال الأمين العام للجنة الدولية التي شكلتها ميانمار لتقديم المشورة فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية الطاحنة التي تعيشها أقلية الروهينجيا. وقال أمين اللجنة التايلاندي كوبساك تشوتي كول إنه لم يتم حتى الآن تحقيق أي نتائج برغم مرور 6 أشهر على تشكيل اللجنة، وذلك بهدف تنفيذ توصيات لجنة سابقة كان يترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان لحل الأزمة في ولاية راخين الواقعة غربي البلاد، التي شهدت أزمة عرقية ودينية على مدار سنوات من قبل جيش ميانمار.